طيب هل في أي نصيحة عامة تحبي نختم بيها فقرتنا دي وحلقتنا النهاردة تحبي تقوليها للناس اللي بيتابعونا؟ نصيحة عامة على طول لازم نبقى بوزيتيف، يعني على طول نحاول ان احنا ما نبقاش نيجاتيف، دي حاجة مهمة. لازم نبقى عندنا نشاط، ولازم يبقى عندنا مناعة قوية، ولازم نبقى عارفين احنا بناخد ايه من المكملات الغذائية. لازم المكمل الغذائي يبقى مرخص، وحاجة لطيفة جدا ان المكمل الغذائي اخده من الصيدلية، وان الصحة لا تعوض. ومهم اقول ان لازم نفرق بين الدواء وبين المكمل الغذائي، دي حاجة مهمة جدا عشان الناس ما يحصلهاش ميس اندرستاندينج. الدواء هو العلاج لاي مرض، المكمل الغذائي لا يتعارض مع اي ادوية من الدكتور بيكتبها. ممكن يكون مدعم للعلاج، مدعم طبعا، بس مش هو نسبة. علاج في حد ذاته لا، هو ليس بديل لاي دواء اطلاقا ايا كان هذا المكمل الغذائي. جميل.